مشاهير يشاركون قصصهم مع الصحة النفسية ويحيون يومها العالمي. وضحايا كورونا مو الوفيات بس، مئات الملايين بيصارعوا الاكتئاب والقلق بسبب الجائحة، ومدارس من حول العالم بترفع شعار سكويد جيم خطر. أهلا بكم. عشرة أكتوبر من كل سنة هو اليوم العالمي للصحة النفسية، ومن سنة 92 والعالم بيحتفل بهذا اليوم لزيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية بمبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وهي منظمة دولية لها أعضاء وشركاء في أكثر من 150 بلد. وفي كثير بلدان اليوم العالمي للصحة النفسية هو جزء من أسبوع كامل بيخصصوه للتوعية بهذه القضية. وطبعا من وقتها منظمة الصحة العالمية لاعب أساسي في الموضوع، وكل سنة بترفع شعار معين متعلق بالصحة النفسية بيكون عنوان لحملة هذه السنة. في 2019 مثلا كان التركيز على منع الانتحار، في 2020 كان الهدف زيادة الاستثمار في الصحة النفسية. أمام هذه السنة هذه السنة فاختارت منظمة الصحة العالمية شعار حملتها أنه يكون الرعاية الصحية النفسية للجميع، لنجعل هذا الشعار واقعا. وفي هذا اليوم اللي العالم كله بيحتفل فيه نشطت هاشتاغات بلغات كثيرة وصلت لقوائم الترند، أبرزها بالإنجليزي طبعا World Mental Health Day، وفي منطقتنا العربية كان في هاشتاغ اليوم العالمي للصحة النفسية اللي أيضا هذا كان ترندينج من ساعات الصباح الأولى ومستمر. وعلى هذه الهاشتاغات تنوع طبعا المحتوى اللي شارك فيه الناس، ففي ناس حطت قصصها، في ناس حطت تعليقات، في ناس شاركت معلومات، وفي كثير اختاروا انهم يشاركوا صور وتصاميم بتعبر عن الصحة النفسية من خلال رؤيتهم او عيونهم. خلونا نتوقف مع بعض. لما نتكلم عن الصحة النفسية وخصوصا يعني في عصرنا الحالي ما بنقدر ما نتكلم عن منصات التواصل، واللي صارت يعني أصلا موضوع مرتبط بالمنصات بشكل كبير. وبصراحة في سيناريوهين مختلفين تماما. من ناحية في كثير من المشاكل المتعلقة بالصحة النفسية صارت بتنلام فيها المنصات، وبيقولوا أنه هي السبب أو على الأقل لعبت دور أو حافز في تأجيج هذه المشاكل. لكن من جهة ثانية في سيناريو مختلف، فمواقع التواصل كمان كان لها دور في زيادة الوعي وخلت الناس تتكلم عن هذا الموضوع أكثر، حتى طبعا غير أنه أعطت كثار منصة أنهم يشاركوا فيها حكاياتهم أو حتى يطلبوا المساعدة علنا. ومع ضيوفنا اليوم رح نناقش هذا الموضوع تحديدا، علاقة منصات التواصل بالصحة النفسية. لكن قبل ما ينضموا لنا خليني أكلمكم عنهم باختصار. فضيفنا الأول هو إسلام سامي، وإسلام هو شاب من مجال بعيد تماما عن الصحة النفسية، لكن سنة 2017 أطلق مبادرة صارت اليوم الأولى والأكبر من نوعها في الوطن العربي. المبادرة اسمها مش لوحدك، وحققت نجاح كبير على السوشيال ميديا، وهي ببساطة بتقوم بتقديم خدمات متعلقة بالصحة النفسية للي محتاجين لها. المبادرة على فيسبوك عندها مجموعة أو جروب عليه أكثر من 370 ألف عضو. أما ضيفتنا الثانية فهي هيفا بسيسو، صانعة محتوى وعندها على يوتيوب أكثر من 800 ألف مشترك في القناة و48 مليون مشاهدة، وعلى إنستغرام كمان بيتابعها أكثر من 640 ألف شخص. هيفا كانت من كذا سنة أخذت بريك من يوتيوب سنة كاملة للاهتمام بصحتها النفسية، ومؤخرا رجعت في مقطع جديد شاركت مع جمهورها تجربتها الشخصية مع الاكتئاب.
هقولكم قصة صارت معي أنا شخصيا. قبل كم من شهر تقريبا، قبل 5 شهور I got diagnosed with depression. هذا الإشي يمكن يصدم كتير ناس لأنه they always see me positive and happy, which I try to be, بس خلف الكواليس I was going through a hard time. طيب نتكلم أكثر عن الصحة النفسية وعلاقتها بمنصات التواصل. ينضم إلينا من دبي أو تنضم إلينا من دبي عبر زوم صانعة المحتوى هيفا بسيسو، من القاهرة عبر زوم أيضا إسلام سامي مؤسس مبادرة مش لوحدك للصحة النفسية. خليني أرجع أو أبتدي معاك يا هيفا، يعني أنت تحدثتي أنه عندك اكتئاب، وفعلا اللي يشوف فيديوهاتك ما راح يصدق هذا الشيء. إيش اللي سبب لك هذه المشكلة وليش قررت تشاركيها؟ هلو سارة، كيفك؟ كتير مبسوطة أني معكم اليوم هون وعم نحكي عن موضوع كتير كتير مهم. صحيح. كتير أحيانا بنحس أنه هذا الموضوع بيكون الوجع الصامت، خلينا نقول كتير ناس حوالينا يمكن عم بيعانوا منه وهم نفسهم مش عارفين. فأنا نفسي يعني ما كنت عارفة. هلأ هو موضوع depression أو الاكتئاب ممكن يكون تراكمات كتير أشياء، يعني تروما أو ظروف معينة أو مواقف مر فيها الواحد من صغره كبره، موقف واحد اللي خلى كل شيء يعني يجي على السيرفس أكتر أو يعني يتفجر بمشاعره أو شيء هيك. فأنا يعني ما في موقف واحد معين صار معي هي، بس أنا دائما عندي فضول بالصحة النفسية والذهنية. ويمكن لأني رحت اكتشفت إنه إنه عندي اكتئاب، تراكمات من أشياء معينة مرت بالحياة. وهلأ يعني صار لي أكثر من سنة تقريبا ماشي موضوع الثيرابي والهيلينج، مع بجرب أشياء مختلفة مع دكاترة، أو حتى إنه الواحد يحرك جسمه يحرك طاقة. أيوة. يعني. وقررتي أنك تحكي عن هذا الموضوع لمتابعينك رغم أنه نشاطك على السوشيال ميديا هو واحدة من الأسباب اللي فجرت موضوع الاكتئاب؟ صحيح. هو صراحة يعني شكراً أنه جبتي هذا الموضوع، لأنه يعني الناس العاديين اللي بيشوف they use social media، المستخدمين العاديين للسوشيال ميديا أنا بحسوا بضغط أو إنه بياخد كتير من وقتنا، أو إذا بتتذكر يعني بنعرف هذا المثل من راقب الناس ما تهمن. فإحنا أوريدي كمجتمع عم بمر بشيء معين بالسوشيال ميديا، بس لما الواحد بيشتغل بالسوشيال ميديا وبيصير عمله وبيصير قدام ناس كتير أكيد بيأثر بطريقة أكبر. فيمكن أنا حبيت أطلع وأحكي عن هالموضوع، بركي حدا تاني تشجع. وباي ذا واي يعني الموضوع بده شجاعة إنه الواحد يطلع ويحكي قدام الناس إنه يا جماعة أنا حاسس أو أنا حاسة إنه في إشي مش مزبوط، ويمكن في ناس تانيين كمان مش حاسين، بالذات بعالمنا العربي الموضوع. صح. كأنه فممكن تكون يعني الكلمة منك تأثر عند أحد تاني. هذا الشيء خليني يمكن أنتقل لإسلام، يعني اللي عامل صفحة كاملة مخصصة لهذا الموضوع. طبعا يعني هي بدأت يعني من إنه صفحة لمبادرة، وأنت حضرتك ناوي تحولها أيضا لجمعية، فالموضوع بيكبر. طيب الناس لما بتدخل وبتشارك مشاكلها وكذا، كيف بتضمن أنهم هم بيحصلوا على المساعدة اللازمة؟ هذه مسؤولية كبيرة يعني اللي أنت بتقوم فيها. مظبوط. أن أنت توفر لهم بيئة آمنة يشاركوا فيها ويشجعوا غيرهم كمان أنه هو يشارك، ده بيتطلب مجهود كبير جدا بيعمله المتطوعين في الفريق. يعني يومياً بيجي لنا عدد مشاركات كبير، عدد تعليقات كبير، لازم تبقى كلها متابعة بالدقيقة عشان نضمن إن مفيش تعليق ممكن يضايق الشخص اللي شارك ده، خصوصاً إن هو على ما يشارك بيكون بذل مجهود نفسي كبير إن هو ينشر الموضوع بتاعه قدام كل الناس دي. أيوة. وزي ما أستاذة هيفا كانت بتقول من شوية، الموضوع ما بيبقاش فقط عند المشاركة. يعني أنت الأول بتبدأي تنقي الأفكار اللي في دماغه الأول، اللي هو أنت طبيعي يبقى عندك مشكلة نفسية، طبيعي يبقى عندك أزمة نفسية، وإحنا بنوفر لك البيئة اللي ممكن تشارك فيها بشكل آمن، وهتلاقي ناس تدعمك وتسمعك وتساعدك من غير ما تقلق من تنمر ولا عنصرية ولا أي كلام وحش ممكن يخليك تتراجع عن ده.
وزيادة عن كده يعني ما بنكتفيش ان احنا نشجعه ان هو يشارك، احنا بنشجعه ان هو يروح كمان لأخصائي لحد متخصص. أيوة. يعني في ناس بتشارك عندنا المشكلة او الأزمة اللي عندها بتبقى كبيرة ومحتاجة حد متخصص، ففي الحالة دي احنا بنرشح له الناس اللي هو ممكن يروح عندها. الترشيحات دي كمان بتجيلنا من ناس تانية شاركت معانا. أيوة. يعني احنا بنعمل زي كاتيجوري، تعملوا زي كأنه داتا، بتجمعوا الداتا ده مثلا تجربته مع فلان فنقدر ننصح في فلان فيه يعني هذا الطبيب. طيب فكرة هذه جدا جميلة هيفا، خليني يعني أرجع لك. بتحسي مواقع التواصل الآن خصوصا بسبب عملك، وخصوصا أنه كلنا بنشتكي من موضوع مواقع التواصل هذه وتأثيرها علينا، الآن بيحاولوا هم يقوموا بالكثير من الخطوات والنشاطات سواء مثلا إنستغرام أو فيسبوك يعني من ناحية اللايكات وأشياء من هذا النوع، بتحسي هذا كفاية؟ هذا مهم وبيساعد، يعني التقنية أنه الواحد يخبي اللايكات إشي كتير مهم. يعني تخيلي بالشارع وفي رقم عن قديش الناس بحبوكي أو حابين لك، فكلنا رح ننهوس بهذا الرقم ونتعود عليه. فخطوة أنه نشيل هذا الرقم أصلاً عم بيرجعنا لأنه نوقف بالحياة. أيوه. زي ما إحنا ثم نستنى يعني السكور او راي الناس فينا. فهذا كويسه، بس في شيء ثاني كثير مهم احنا لازم نعمله، اللي هي نحط زي باوندري او حاجز لقديش احنا عم نقضي وقت على التليفون. فهو في اشياء تكنولوجي عم تطلع من الابلكيشنز نفسهم زي انستغرام، بس في شغل علينا احنا كيوزرز لازم نعمله، اللي هو اليوم كنا بنحكي عنه، صار زي انه احنا ادمنا السوشيال ميديا. اول صح. واحد يحس عنده 30 ثانية من ولا شيء from boredom، ما في شيء بمسك موبايله. هذا لحاله يعني صرنا مدمنين عليه وما عم نخلي حالنا نعيش الحياة. أيوة. الطبيعية اذا عم نشوف سانسيت عم نصوره، فبطلنا نحس، صرنا نصور اكتر. أيوة. شغل لازم من الجهتين، من مواقع التواصل طبعا ومن الأشخاص نفسها. إسلام، يعني بصفتك يعني قابلت كثير من الناس حتى لو افتراضيا يعني من خلال المبادرة، إيش أكثر شيء لاحظته أنه هو سمة هذا العصر أو مرض هذا العصر؟ يعني أنا بس كنت عايز أعلق على حتة السوشيال ميديا. أنا شايفها أن هي تول، يعني الشخص ممكن يستخدمها بشكل إيجابي أو يبقى ليها استخدامات إيجابية، وممكن تستخدم بشكل سلبي. في الحالة الأولى هتعمل فوائد زي ما احنا بنعمل كده، في الحالة الثانية هتسبب أضرار. الحاجة اللي منتشرة جدا الفترة دي هي الاكتئاب، يعني الاكتئاب وإن الناس فقد الأمل أو عندها خمول عام في الوظائف بتاعتها وفي الحاجات بتاعتها. خصوصا يعني احنا اكبر سن بيشارك عندنا من 15 ل 35 او من 18 ل 35، فالفئه العمريه دي الاكتئاب هو السمة اللي غالب عليهم. يعني ناس المفروض ان هم في احلى السنين بس عندهم اكيد اكتئاب وكثير من يعني خلينا نقول الأسئلة والمشاكل. طيب بتحس أن مواقع التواصل أضافت لهذا الشيء؟ أنتوا بتستخدموها بشكل إيجابي، لكن هل تسببت في هذه المشاكل لكثير من الناس؟ إحنا بالنسبة لنا بنساعدهم، يعني الأول بنساعدهم يتعرفوا أن هم عندهم مشكلة أصلا. لما حد بيجي يشارك أو هو ما بيبقاش عارف أن هو اللي عنده ده ممكن يبقى اضطراب أو أن هو ياخد له علاج أو أن هو لو راح لدكتور هيساعده فعلا، خصوصا ان في وصمه اجتماعيه متعلقه صحيح. بالموضوع ان انت تقولي لحد ان انت عندك اضطراب نفسي هياخدها بشكل مش حلو. ده شارك فيه يمكن الميديا التراديشنال، ميديا العاديه، الافلام، الافكار الاجتماعيه. أيوه. المغلوطه. فده اللي احنا بنحاول نحله عند الشخص الاول، وبعد كده بنوجهه بقى ان هو يروح يتعالج عند اخصائي او نقدم له الدعم في الجروب الاول. ايوه، يعني طبعا فده اكيد بيبقى ليه اثر ايجابي. ايوه طبعا، يعني هو هذا موضوع كبير يعني ومتشعب. احنا مبسوطين اليوم انه احنا سمعنا منكم تجربتكم وهذه التفاصيل المهمه، ودائما بنذكر انه اذا الشخص شعر باي شيء او كان عنده اي مشاكل لازم يلجأ لمختصين.
الموضوع لا عيب ولا شيء، وإذا اللي جاي حوالينه قال له إنه لا يا شيخ ما فيك شيء برضو يسمع لنفسه ويروح يشوف أحد مختص. نشكركم على هذه المداخلة، كان معنا من دبي أو عبر زوم تحديدا صانعة المحتوى هيفا بسيسو، ومن القاهرة عبر زوم أيضا إسلام سامي مؤسس مبادرة مش لوحدك للصحة النفسية. شكرا لك. مشاهدينا فاصل ونعود. أهلا من جديد. بمناسبة حديثنا عن الصحة النفسية، في دراسة جديدة نشرتها دورية لانست الطبية الشهيرة بتثبت أنه ضحايا كورونا مو بس اللي توفوا، فالوباء أيضا ترك مئات الملايين اللي بيعانوا من الاكتئاب والقلق. الدراسة الصادمة بتقول أنه بسبب كورونا حالات القلق والاكتئاب ازدادت بشكل مليوني عالمي، وخاصة عند الشباب والنساء. وبالأرقام تحديدا الدراسة لقت أنه عدد الأشخاص اللي بيعانوا من القلق زاد بحوالي 76 مليون حالة، يعني هذول 76 فوق وزيادة بنسبة 26% على اللي كانوا موجودين أصلا. الرقم الثاني هو أنه حتى الناس اللي بتعاني من اكتئاب حاد أو الاضطراب الاكتئابي الكبير زادوا بنسبة 26% في عز انتشار كورونا خلال 2020، ووصلت الحالات ل 53 مليون حالة إضافية. وبالمناسبة اللي عمل هذه الدراسة هم أكاديميين في جامعة كوينزلاند في أستراليا، ودراستهم بتعتبر زي خلاصة بعد ما جمعوا ولموا مجموعة دراسات وتحاليل بتربط بين اضطرابات العقل أو اضطرابات الصحة العقلية وكورونا، وسبق وانعملت في 204 دول موجودة في أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا. طيب، الدراسة كمان أظهرت أنه مشاكل الصحة العقلية ازدادت في البلدان اللي كانت فيها قيود كورونا بشكل أكبر. يعني مثلا في حالة النساء، وليش هم بيعانوا من مشاكل نفسية وعقلية أكثر من الرجال خلال كورونا؟ ترجح أن العنف المنزلي ضد النساء تصاعد خلال الوباء، هذا غير تحملهم مسؤولية الأعباء المنزلية أكثر من الرجال، بالإضافة إلى تواجد الأسرة بأكملها في البيت خلال فترة الحجر، وهذا الشيء زاد كم العبء والهم على النساء بشكل مضاعف. غير هذا، بشكل عام كورونا عزز عدم المساواة الصحية والاجتماعية بين الرجل والمرأة في بعض الدول. أما بالنسبة لحالة الشباب، فالدراسة كشفت أنه إغلاق المدارس والكليات حد من قدرة الشباب على التعلم والتفاعل، وكمان أثر على حصولهم على عمل، وكل هذا لعب دور في النفسية والصحة العقلية. نحن بنتكلم عن الشباب اللي بتتراوح أعمارهم بين 20 و24 كمان تحديدا. الملايين شافوا وتابعوا مسلسل سكويد جيم الكوري اللي على نتفليكس، وسبق تكلمنا كثير عن أنه حقق مشاهدات خرافية وأنه في طريقه لدخول التاريخ وتصدر المنصة كأكثر مسلسل متابعة. لكن موضوعنا اليوم من زاوية مختلفة، فرغم الأرقام القياسية هذه، المسلسل مسبب جدل والأزمات بتلاحقه بسبب قصته اللي بتتكلم عن مجموعة أشخاص مديونين بيشاركوا في مسابقة بتجبرهم يراهنوا بحياتهم علشان يفوزوا بجائزة مالية. وعلى فكرة المسابقة هي عبارة عن ألعاب أطفال بتتلعب في ساحات المدارس أو المدارس فعلاً، أيوة، لكن المسابقة متعدل عليها بحيث أنه تكون هذه الألعاب خطيرة والخسارة فيها يعني الموت. وحالياً أكبر أزمة صايرة بسبب هذه القصة الدموية والسوداوية هي أنه الأطفال وطلاب المدارس قاموا يقلدوها وبيلعبوها وقت البريك، وهذا الشيء طبعاً لا شك خطير واستدعى الاستنفار، لدرجة أنه في بعض الدول الأوروبية زي بلجيكا وبريطانيا وحتى في عالمنا العربي وفي مصر تحديدا المدارس بدأت تحذر من المسلسل وبيلفت نظر الأهالي للتحديات الخطيرة اللي بتتعرض فيه، وبيجي الطلاب بيطبقوها أو بيعيدوا تمثيلها في ساحة المدرسة. فمثلا في مدرسة بلجيكية ضبطت مجموعة من طلابها وهم بيقلدوا لعبة من المسلسل بيقتل فيها الخاسر، وهي هذه اللعبة الشهيرة الواضحة أمامكم. والطلاب طبعا بما أنه ما عندهم أسلحة حقيقية صاروا يضربوا والخاسرين بعنف. دوميتشو.
كمان في مدارس حذرت أولياء الأمور أنه حتى لو ما عندهم اشتراك في نتفليكس إلا أنه أبنائهم لسه بيقدروا يشوفوا المقاطع المتسربة في تيك توك ويوتيوب، علما أنه أصلا تصنيفه في نتفليكس اللي هو بلس 18. وبالمناسبة التحذيرات توالت أيضا في عالمنا العربي، خاصة في مصر اللي وجهت فيها عدد من المدارس الدولية تحذيرات لأولياء الأمور، ومن بينهم أيضا الفنانة أيتن عامر اللي كشفت أن الدنيا عندهم مقلوبة بسببه، وقالت في حسابها على تويتر أنه مدرسة أبنائها بعتن لها إيميل بيحذروا فيه من سكويد جيم، وبيقولوا أنه مشاهدته خطر على الأولاد، وبيطلبوا مساعدة الأهالي في السيطرة على الموضوع، لأنه فكرة اللعبة اللي في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والأولاد بيلعبوها. وعلى فكرة كثار في خانة التعليقات اتفاعلوا مع تغريدة أيتن، وهي كمان طلعت في كذا لقاء وكشفت كواليس القصة. خلينا نشوف واحد من هذه اللقاءات. الحقيقة أنا لما جالي الميل من المدرسة حسيت أن هم طالبين مساعدة الأهالي ده، فحبيت أن أنا يعني أنشر الموضوع على قد ما أقدر، ورحت كاتبة تويتة، والتويتة للأسف هي انتشرت جدا جدا جدا. ليه للأسف يعني بتسأل. ما حسيتيش أستاذ أيتن إن هي نشرت وعي أكتر وإزاي الناس تفاعلت معها؟ للأسف لأن في ناس كتير ما كانتش تعرف عن الموضوع، يعني أنا اللي زعلني إنه حسيت إن في ناس كتير قوي ما تعرفش أصلا في مسلسل اسمه لعبة الحجار مكسر الدنيا، وفي كمية عنف رهيبة، وإن كل الأطفال والناس بيتفرجوا عليه. فلقيت أسئلة كتير، وأنا خصوصا كمان اللي عمل لي ربكة شوية إن أنا ما كنتش أعرف برضو عنه حاجة. وبمناسبة الحديث عن سكويد جيم، فالهوس مو بس في المسلسل لكن حتى بالممثلين اللي فيه، ومن بينهم نجمة العمل وعارضة الأزياء الكورية هويونغ جونغ، فرغم أنها أول مرة تمثل لكنها قدرت تلفت الأنظار وتكسب القلوب بشخصيتها الجدلية. الهوس فيها وفي أدائها والإعجاب حتى بجمالها كان واضح، ووصل لدرجة أن متابعينا على إنستغرام زادوا بشكل خرافي وارتفعوا بعد ما كانوا 400,000 متابع، صاروا الآن متابعينا 18 مليون وفي ازدياد لحظة بلحظة، وبكذا بتكون أكثر ممثلة كورية متابعة على إنستغرام. طبعا مثل ما عارفين هويونغ بتلعب دور الفتاة المثقلة بالديون، عشان كذا بتشترك في المسابقة، لكن في الواقع مع كل هذه الشعبية والفولوورز متوقع أنها تكون مليونيرة وثروتها ترتفع. فحاليا الماركات والبراندات العالمية الشهيرة كلهم ميتين عليها وبتنافسوا لكسبها وتوقيع عقود معاها. نحن نتكلم عن علامات موضة عالمية كبيرة صارت الوجه الإعلاني لهم، وإعلاناتها بتحقق ملايين اللايكات. فمثلا هذا البوست اللي بتعرض فيه شنطة لوي فيتون جمع أكثر من 6 ملايين لايك، وحاليا متوقع شهرتها تصل لعروض الأزياء في لندن ونيويورك وباريس وميلانو، بحيث أنها تشارك فيهم السنة القادمة. مشاهدين احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، دائما تابعوا فيديوهات حلقتنا وأخبار أخرى، وجهوا كاميرات هواتفكم للكيو آر كود الظاهر أسفل الشاشة، وأنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم. في أمان الله.